في ضوء نتائج البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، الرئيس السيسي يواجه بحزمة إجراءات قانونية وإجرائية بشأن الاتحادات الرياضية المشاركة. مصر تحيي يوم السلام العالمي وتتعهد بمواصلة إسهامها الرياضي على مختلف الأصعدة والاضطلاع بمسؤولياتها الأصيلة لإرساء السلام. الاحتلال الإسرائيلي يشن عشرات الغارات على جنوب لبنان، وتحذيرات دولية وأممية من خطورة التصعيد بالمنطقة. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بأولمبياد باريس. وفي إطار إجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية في دورة باريس 2024، وجه الرئيس السيسي بمراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات ارتباطا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلا. كما وجه الرئيس السيسي بدراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات. الرئيس السيسي وجه أيضا باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهر عناصر من أعضائها بشكل سلبي، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلي ونظيره الأولمبي ومدى التقارب بينهما مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأولمبية. إلى جانب ذلك، وجه الرئيس السيسي الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات. كما وجه الرئيس السيسي أيضا بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها تمهيدا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب. توجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، تأتي سعيا لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر الألعاب المختلفة. We'll be right back.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة البالغ بقطاع الصناعات الدوائية كونه يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية وسد النواقص وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات بشكل مؤثر. جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث استهل رئيس الوزراء جولته بزيارة مصنع أكديما انترناشنال التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وقام بتفقد خطوط الإنتاج بالمصنع والمعامل ومناطق التغليف والتعبئة. كما شاهد رئيس الوزراء عرضا حول نشاط المصنع، وهو المصنع الوحيد في مصر والشرق الأوسط المتخصص حاليا في إنتاج الهرمونات بكافة أنواعها ما عدا الإنسولين، ونجح في تغطية جانب كبير من الاحتياجات المحلية، ثم تمكن عام 2023 من تغطية احتياجات عدة أسواق إقليمية من تلك المنتجات وتوسيع قدراتها التصديرية. تحيي مصر اليوم جنبا إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة يوم السلام العالمية لتطالب من خلاله باطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإنهاء الحروب الجارية وتعزيز عمليات السلام للأزمة طبقا لقواعد القانون الدولي القائمة وتفعيلا لمبادئ ومقاصد المنظمة العالمية. وبتلك المناسبة تتعهد مصر مجددا بمواصلة إسهامها الريادي في تحقيق تلك المقاصد الأممية على مختلف الأصعدة، إيمانا منها بأهدافها النبيلة واطلاعا من جانبها بمسؤولياتها الأصيلة. وتذكر مصر بمبادرتها إقليميا إذ كانت أول من فتح الباب أمام عملية السلام في الشرق الأوسط بأكمله الذي يتحقق بتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسائر حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وذلك من خلال إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا ولا تزال مصر تقوم بدورها الريادي لتحقيق السلام المنشود من خلال إسهامها الأصيل في الوساطة لإنهاء العدوان على غزة، إذ تشدد مصر مجددا على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدة الإنسانية كاملة وإعادة الأعمار الفوري وتحقيق التسوية الشاملة بإحلال السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط. وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، الدور المحوري الذي تبذله مصر على مر العصور دوما لإرساء السلام
على مختلف الأصعدة. كيف ترى الآن والعالم يحتفل بيوم السلام العالمي؟ لا شك أن الدور المصري فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار وشيوع السلام في كثير من مناطق العالم، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، هو دور واضح وظاهر ويحظى بكل التقدير والاحترام من كثير من دول ومنظمات إقليمية ودولية عديدة. مصر في محاورها وفي اتجاهاتها هناك محور يتعلق بالمحور السياسي، وهو يتعلق بتحقيق السلام والدفع عن الآفاق وفرص التنمية، لأن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة. الدور المصري واضح بشكل كبير سواء في إطار الثنائي أو الإطار المتعدد. نحن نرى على سبيل المثال الدور المصري المتميز والواضح في الوقت الحاضر فيما يتعلق بتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولات التوسط من خلال جهود كثيفة وعديدة من أجل التوصل إلى توافق على مرحلة معينة تنتهي بتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بإقامة أو حل الدولتين. هذا الجهد مقدر وملموس والعالم كله يشهده، بل يحث مصر على تواصل جهودها القوية البناءة. نجد مصر أيضا فيما يتعلق حتى على مستوى القارة الأفريقية، هناك دور مصري واضح فيما يتعلق بتسوية الأزمة السودانية. هناك دور مصري واضح أيضا فيما يتعلق بتسوية الأزمة الليبية. هناك أيضا دور واضح فيما يتعلق بنوب السودان. هناك إسهامات من جانب مصر بقوات حفظ السلام في مناطق عديدة من العالم وخاصة في القارة الأفريقية، بشهادة في منطقة الساحل، في منطقة في الكونغو، في أماكن أخرى كثيرة، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. إذا الدور المصري في مثل هذا اليوم يجب أن نتذكر أنه دور بارز، دور من يعني في أولويات الدول التي تساهم في عمليات حفظ السلام وفي دفع جهود السلام وفي تحقيق الأمن والاستقرار وشيوعه على مستوى الأقاليم المختلف. ربما نشير أيضا إلى المرحلة الحالية في جهود مصر لتحقيق هذا السلام فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر التي تشهد حالة من التوتر الشديد فيما يتعلق بالعدوان السوري على غزة وتداعياته، فضلا عن قضايا تتعلق بالسودان والصومال. مصر جهودها حثيثة في هذا الإطار أيضا، وتطلع بدور محوري باتصال بكافة الأطراف المعنية بهذا الأمر، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الغربية أو الاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق أيضا بإيران وتركيا، وأيضا فيما يتعلق بالأوضاع في الصومال مع الصومال ومع الجانب مجلس السيادة السوداني. فأنا أعتقد أن هذا الدور دور يعني متنامي ومتعاظم ودور محوري، لأن تحقيق الأمن والاستقرار هو مطلب حيوي على المستوى الدولي تحقيقا لعملية التنمية والمستدامة وتفتح آفاق أرحب وأوفر لتحقيق هذه الأهداف التنمية المستدامة التي تكون ما يقرب من 18 قطاع في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063، وأيضا فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة 2030، وفي كل منهما قطاع خاص بعملية حفظ السلام والتنمية المستدامة. نعم، أشكرك جزيلا سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. مطلب صار ضروريا في عالم محتقن يغلي بالصراعات والفتن والحروب التي طالت شرقه وغربه ولم تعد تقتصر على قارة أو منطقة، بل صارت توزع بالتساوي مآسيه وضحاياه. وبهذه المناسبة أحيت الأمم المتحدة يوم السلام العالمي الذي يوافق 21 من سبتمبر من كل عام يوما لنبذ الصراع وحقن الدماء والدعوة للحوار بدلا من المواجهة والصراع. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النهاردة أنا بسعد وبشرف برفقة عدد من زملائي معالي السادة نواب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، ووزير الصناعة والنقل، معالي وزير الإسكان، السيد محافظ الجيزة، السادة رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الدواء. والحقيقة النهاردة بنتفقد الحقيقة بحق صروح صناعية عملاقة في قطاع صناعة الأدوية في مصر. والحقيقة يمكن عشان هذا القطاع بالذات تحديداً الفترة الأخيرة بيثار يعني كلام على كان في مشكلة الدواء، وهذا الرأي اللي بيتقال. احنا النهاردة الحقيقة صناعة الدواء في مصر صناعة تاريخية وعملاقة بقالها أكتر من 100 سنة. والنهاردة يمكن أنا بس حدي شوية أرقام، آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنع جديد لمصانع الأدوية، بحيث خلى دلوقتي إجمالي عدد مصانع الأدوية في مصر 172 مصنع. مصانع مستحضرات التجميل آخر 3 سنين 33 مصنع جديد، وبقى عندنا في مصر 120 مصنع، بالإضافة إلى 116 مصنع مستلزمات طبية والأجهزة وكل الحاجات دي. ده بالإضافة بقى لمجموعة أخرى مهمة جدا جدا جدا، وهو 4 مصانع جديدة النهاردة لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية اللي بتدخل بقى في صناعة الدواء. النهاردة عشان يعني كل مواطن يبقى عارف إن من 100 دواء أو 100 علبة بتنتج في مصر 91% منهم بينتجوا جوه مصر. يعني من كل 100 علبة دواء موجودة في مصر 91 علبة موجودين في مصر، وتسعة هم اللي بيستوردوا بالكامل، ودول في أدوية متقدمة جدا زي أدوية الأبرام وبعض الأدوية الأخرى اللي احنا بنسعى النهاردة ان برضو نوطن هذه الصناعة هنا في مصر. فالوضع الحقيقة في صناعة الأدوية عندنا بنية أساسية عملاقة، الدولة سواء بواسطة الدولة أو القطاع الخاص اللي هو بيقود في هذه الصناعة بصورة كبيرة جدا. هذا الكلام مكن مصر إن السنة اللي فاتت، السنة المالية اللي فاتت، صدرنا بمليار دولار. متوقع السنة دي هتصل صادرات مصر إلى 1.5 مليار، وفي خلال سنتين هنقفز إلى 2 مليار، وإن شاء الله قبل 2030 هتبقى صادرات مصر حوالي 3 مليار دولار في السنة. ده كله من خلال الرؤية اللي احنا شغالين عليها لتطوير هذه الصناعة العملاقة اللي بيشتغل فيها النهاردة عشرات الألوف من المصريين والخبرات المصرية الكبيرة. والأهم احنا بنصدر النهاردة زي ما حضراتكم سمعتوا في عدد من هذه المصانع لأكثر من 60 دولة. وهنا مش بتكلم فقط على دول نامية، لا، احنا عندنا مستحضرات بتصدر الى الدول العالم المتقدم، اوروبا وعدد اخر من الدول بتصدر من خلال هذه المصانع. المصانع دي اللي سندت مصر والحمد لله بقى عندها قدرة اثناء وباء كورونا انها تنشئ وتنتج ايضا الفاكسين اللي كان خاص بهذا الموضوع. والحقيقة اللي احنا شفناه النهاردة قطاعات وخطوط كاملة لإنتاج الإنسولين والأدوية الخاصة بالأمراض السريعة. أنا بقول كل هذا الكلام عشان أأكد لحضراتكم واللي احنا وعدنا بيه. احنا النهاردة عشان حضراتكم تبقوا عارفين، منذ أغسطس الماضي يعني بقالنا أقل من شهرين، 133 مليون عبوة أنتجت لحوالي أكتر من 360 نوع دواء ومستحضر عشان نغطي النقص اللي كان موجود. والنهاردة أقدر أقول لحضراتكم إن إحنا كان عندنا 580 دواء، دول كانوا هم اللي فيهم بعض أو النقص وكانوا عاملين الأزمة. النهاردة الحقيقة منهم حوالي 470 حلينا مشكلتهم، ومتبقي 110 هيخلصوا على الشهر القادم. فأنا حابب بس إن أنا أأكد إنها يعني هذه الأزمة الحمد لله في سبيلها للزوال التام، وبالعكس إحنا بنتكلم على تغطية كاملة لإنتاج الدولة المصرية واحتياجاتها، وأيضا التصدير بصورة كبيرة جدا. فأنا الحقيقة كنت حابب أقول هذا الموضوع. والموضوع ده كمان أنا عايز أأكد لحاجة شيء مهم، الكلام ده بيحصل في إطار منظومة كبيرة جدا من المراقبة والتتبع للجودة بتاعة إنتاج الأدوية. واللي بيقوم على هذا الموضوع طبعا هي هيئة الدواء المصرية. هيئة الدواء المصرية هي هيئة مستقلة تماما بموجب قانونها، وبأكد ان احنا في هذه الهيئة احنا بنتبع كل الاجراءات والقوانين العالمية
والمعايير اللي وضعها لينا منظمة الصحة العالمية. وبالتالي يعني هيئة الدواء هي هيئة مستقلة بالكامل، ماشية طبقا للمعايير الدولية، وبتنفذ كل إجراءات الرقابة والتتبع والتأكد من سلامة الأدوية بعيدا تماما عن أي إجراءات تنظيمية، لأن ليها هي القانون بتاعها اللي بيتبع أو بيمشي مع الإجراءات الدولية اللي حطها منظمة الصحة العالمية. أنا حبيت بس إن أنا أأكد هذا الموضوع، وحضراتكم تعرفوا إن الحمد لله يعني مشكلة الدواء في سبيلها تماما للزوال في خلال الأيام القليلة أو الفترة القادمة إن شاء الله، زي ما وعدنا حضراتكم، وبإذن الله يبقى الكميات كلها المطلوبة من كل أنواع الأدوية هتبقى متاحة في خلال الأسابيع القليلة القادمة. أنا حابب أترك الكلمة لزميلي معالي وزير الصحة عشان برضو يرد على الموضوع اللي بيثار على مدار اللي أنا اتكلمت عليه يوم الخميس، وما زال الموضوع عمال في يعني كلام على السوشيال ميديا، وهو الموضوع الخاص بأسوان. معالي الوزير. أشكرك دولة الرئيس. اسمحوا لي حضراتكم، يعني احنا من خلال رصدنا الفترة الماضية على ما يتم تناوله الخاص ببعض الحالات المعدلات الإبلاغ عن بعض حالات النزلات المعوية الحادة في محافظة أسوان، حابب ان انا اشرح حضراتكم في بعض المعلومات حتى يمكن الانتهاء من التقرير النهائي ان شاء الله في خلال 48 ساعه. الحقيقه الموضوع بدا من يوم 11 سبتمبر لما رصدنا من خلال اجهزه الرصد في وزاره الصحه والاجهزه المعنيه من قطاع الطب الوقائي ان في بعض الحالات بيتم ترددها على المستشفيات في محافظه اسوان، تحديدا في مستشفى الصداقه التخصصي، مستشفى المسله، مستشفى جامعه، ومستشفى دراوه. الأربع مستشفيات احنا عندنا نظام ترصد مركزي بيتم الإبلاغ عن أي حالة بيتم فيها نوع من أنواع الزيادة، وبالتالي من يوم 11 سبتمبر لحد النهاردة لقينا أن معظم الحالات اللي جاية من منطقتين في أسوان، منطقة اسمها أبو الريش ومنطقة تانية بعض القرى المحيطة بدراو. الحقيقة من خلال التعامل مع الحالات اللي احنا شفناها اللي هي أغلبيتها حالات نزلات معوية حادة ممكن تكون نتيجة تلوث في الطعام، تلوث في الشراب سواء داخليا أو هم يعني تلقوا بعض الأنواع التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالات. من هذا التاريخ الحقيقة من 11 سبتمبر للنهاردة إجمالي اللي دخل المستشفيات اللي احتاج ان هو يتردد على المستشفى ثم احتاج حجز في المستشفى 128 حالة، خرج منهم 22 حالة في تحسن، وبعض الحالات البسيطة موجودة تحت الرعاية المركزة نتيجة ان هم قعدوا فترات طويلة. طبعا النوع ده من النزلات المعوية الحادة بيبقى فيه فقد للسوائل شديد جدا، ان بيبقى فيه اسهال وبيبقى فيه غثيان، وساعات الناس بتتعامل معاه بشكل بسيط. احنا بنقول ان لو في عندك حاجة زي كده لو سمحت ارجع للمستشفى، لانها العلاج في هذا الموضوع هو تعويض للسوائل وفقدان السوائل عن طريق محاليل معالجة الجفاف وبعض المضادات الحيوية البسيطة جدا، اللي ممكن في هذا الموضوع من خلال يومين لخمس ايام ينتهي الموضوع في الاخر. وبالتالي احنا من ساعة ما تبلغنا بهذه الحالات تم تكليف فريق كامل من قطاع الطب الوقائي بالوزارة بقيادة نائب الوزير للطب الوقائي والتوجه إلى أسوان، هم موجودين وإحنا بنتكلم دلوقتي مع فرق عمل بالكامل علشان نقدر إن إحنا نعمل تنسيق. والحقيقة حصل تنسيق مع زمايلي في وزارة الإسكان والمرافق وشركة القبضة لمياه الشرب وأيضا مع السيد المحافظ علشان نقدر، أهم حاجة في هذا الموضوع إن إحنا نطمئن على أسباب التي أدت إلى بعض النزلات المعوية اللي إحنا شفناها. واشتغلنا على ثلاث محاور الحقيقة. المحور الأول هو التأكد من سلامة مياه الشرب، وبالتالي في 103 محطة مياه شرب في محافظة أسوان تم الأخذ بعينات منها، وبالتالي قدرنا نطمئن بشكل تام على جاهزية وعلى مأمونية مياه الشرب من خلال المحطات. المحور الثاني هو التوجه إلى المستشفيات من فرق العمل والتأكد على استعداد المستشفيات لاستقبال الحالات. زي ما قلت حضراتكم عدد الحالات يعني مقارنة بمليون وستمائة وخمسين ألف مواطن هم سكان محافظة أسوان يعتبر عدد حالات بسيط اللي تم رصد وفي أماكن محددة. المحور الثاني الحقيقة اللي احنا اشتغلنا عليه ان معدلات التردد بتتابع بشكل لحظي، يعني وبيجي تقرير لدولة الرئيس في مرتين في اليوم. المحور الثالث هو التأكد من أماكن تقديم الطعام وأماكن الخاصة بالباعة الجائلين والأماكن اللي تم رصد فيها هذه الحالات.
وتم المرور فعلا على المستشفى الجامعي والمسلة ومستشفى الصداقة ودراو المركزي، وتم مناظرة الحالات المحجوزة في المستشفيات، واطمأننا على تقديم الخدمات الطبية ليهم، ومنهم كتير الحقيقة يعني تم تحسن الحالة والخروج. ومش بس كده، احنا رحنا المنازل في القرى اللي فيها هذه الحالات، حوالي 163 منزل في إدارة دراو وأبو الريش، وقابلنا الأهالي عشان نقدر ان احنا نعرف منهم ايه الحاجة اللي ممكن تكون تؤدي الى اشتراك المواطنين في هذه الأماكن تحديدا، وإلا الأماكن اللي فيها مياه الشرب موجودة على مدار المحافظة بالكامل. وعملنا إجراءات توعية، لأن التعامل مع هذه الحالات موضوع سهل جدا، وهو النظافة الشخصية وتجنب أي عينات أو أي أكل خارجي ممكن يكون ملوث أو أي مياه ما تكونش معلومة المصدر. وتم إجراء يعني ورشات عمل مع رؤساء الأقسام بالمستشفيات وتدريبهم على البروتوكولات وتوفير الاحتياجات من المستلزمات والأدوية اللازمة. الحقيقة مع محافظة أسوان ومع شركة المية ومع كافة أجهزة الدولة هناك تحسن شديد. احنا كنا النهاردة يمكن في حالات اللي احنا شفناها ترددت على المستشفى اللي محتاجتش انها تخش حوالي 23 حالة، واحنا بنتوقع في خلال اسبوع. طيب احنا بنفكر في ايه بعد ما شفنا مصادر المياه وبنتأكد من المصادر الخاصة بالغذاء؟ بنشوف الشبكات الداخلية في المنازل والشبكات المغذية للقرى والشبكات المغذية للأماكن اللي تم رصد فيها الحالات، لأن طالما اطمأننا من المصدر يبقى بنطمئن من الشبكات الداخلية عن طريق أخذ عينات وإرسالها إلى المعامل المركزية في وزارة الصحة. لكن الموضوع بيتم تداوله بشكل الحقيقة وفي مبالغة كبيرة جدا، بيتم تداوله بصور لا علاقة لها بالواقع، يمكن صور موجودة في دول أخرى، وده كله الحقيقة يعني نوع من انواع الاشاعات المغرضه. احنا ما عندناش اي مشكله، في خلال ايام قليله بدانا نشوف ان الحالات ابتدت تتماثل للشفاء، والحالات الجديده بقت بسيطه جدا. صار في خلال الايام القليله القادمه هتنتهي هذه القضيه بالكامل. حبيت ان انا اشرك حضراتكم في المعلومات، وان شاء الله بعد ظهور النتائج الخاصه بالشبكات الداخليه في البيوت والقرى اللي هي قالت ان في اصابات فيها او اللي احنا رصدنا الاصابات فيها، هيتم اعلانكم بكافه التفاصيل. شكرا جزيلا. متشكرين يا جماعة، شكرا. يتوجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. يتضمن جدول أعمال الوزير لقاءات ثنائية مكثفة مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، هذا بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الأحداث الجانبية والفعاليات رفيعة المستوى التي تناقش أهم الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية. ومن المقرر أن يقوم الوزير بإلقاء بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة في قمة المستقبل. أثبتت مصر عبر ثوابتها السياسية الداخلية والخارجية التي لا تحيد عنها اضطلاعها بدورها العروبي الشرق أوسطي، ولعبت مصر دورا هاما في إرساء السلام والأمن في المنطقة والعالم، ولا زالت تأخذ على عاتقها القضية الفلسطينية. وسط عالم ممتلئ بالقلاقل والحروب مختلفة الأشكال، متفجر بالاضطرابات والغارق في مشاكل تغير المناخ ومحاولات طمس الهوية، كان على الدولة المصرية أن ترسخ لثوابت لا تحيد عنها في سياساتها سواء بالداخل أو الخارج. واقع فرضه البعد التاريخي والجغرافي الذي حتم عليها أن تحتضن جميع الدول الصديقة والشقيقة، وأن تؤكد على رغبتها الأكيدة لجميع الدول أن تنال حقها من الاستقرار والسلام والتنمية المطلوبة، إلى جانب عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة والحفاظ على مؤسساتها من الانهيار جراء الاضطرابات ورفض التدخلات الخارجية ليحظى العالم بالاستقرار اللازم للتنمية. ولعل من أبرز ما قامت به مصر ولا سيما خلال العقد الأخير هو اشتراكها في بعثات السلام بمناطق الصراع في العالم وتغذية انتماءاتها على جميع الأصعدة عربياً وأفريقياً ومتوسطياً. فإلى جانب اطلاعها بالدور التاريخي لها بأن تكون صوت أفريقيا في الفعاليات الدولية ولا سيما في ملف تغير المناخ والذي عانت منه دول القارة في محاولات لدرء الأخطار عنها، كما حرصت على دعم بلدان
القارة طبياً وتكنولوجياً، وكذلك في بناء السدود والبنى التحتية وجميع مسارات التنمية ومحاربة التطرف والإرهاب. ولم يتوقف سعي مصر الحثيث على انتمائها للقارة الأفريقية فحسب، بل إن دورها العروبي الشرق أوسطي كان مثار إعجاب لالتزامها بمبادئها الراسخة، فلم تتنازل عن حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية طبقاً للمواثيق الدولية، وسعت عبر احتضان المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي على مدار عقود إلى محاولة الوصول لصيغة عادلة تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه وتعيد له أراضيه المغتصبة وتحقن دماء أهل غزة وتسمح بمرور المواد الإغاثية لهم دون قيود. وفي ملفي السودان وليبيا، أكدت مصر من خلال مواقفها الدبلوماسية على أهمية إرساء الاستقرار والأمن في البلدين الشقيقين والنزول على رغبات شعبهما وطموحاته ساعية لوقف القتال والعودة للبناء والتنمية. وعلى مدار عقد كامل وخلال الطرق الشائكة، وضعت القيادة السياسية مصالح الشعب ومقدراته نصب عينيها، حتى أدرك القاسي والداني أن هامش المناورة مع مصر في كل ما يخص مصالح شعبها وأمنها واستقرارها أصبح أضيق من أي وقت مضى، مثلما أدركوا أن قيادتها قادرة على تحويل كل تحد إلى فرصة واعدة، وأنه لا حياة إلا حياة السلام. أعلن حزب الله استهداف قاعدة الدفاع الجوية الصاروخية الأساسية لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في سكنة بيريا بصواريخ كاتيوشا. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن هناك أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ربع ساعة استهدفت مناطق عدة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان صفد والجولان والجليل الأعلى البقاء قرب المناطق المحمية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات جديدة على مواقع لحزب الله في لبنان. قال وزير الداخلية اللبناني إبراهيم مولوي إن البلاد تمر بمرحلة مصيرية تتطلب تضامنا بسبب الهجمات الإسرائيلية. وأشار وزير الداخلية اللبناني خلال مؤتمر صحفي إلى العمل على منع أي محاولات لضرب الأمن الداخلي في لبنان. الأجهزة الأمنية حقها بأنها هي الأجهزة الأمنية أسبوعيا أو يوميا عم تقوم بكشف شبكات تعامل مع العدو الإسرائيلي، ويمكن مش عم تعلن عنا لسلامة التحقيق ولاستمرار العمليات وتمتعيق العمليات. أكيد في خرق، وكل اللبنانيين بيعرفوا أنه في خرق. أكيد العدو الإسرائيلي عم يستعمل طرق تقنية جديدة وطرق تقنية متطورة وطرق تقنية مبتكرة ومستحدثة، وهيدا اللي الأجهزة الأمنية والعسكرية منه، وخصوصا مخابرات الجيش، امن الدوله، المعلومات بقوى الامن الداخلي عم يقوموا بدراستها بالتوازي مع عملهم الداخلي. اعلن وزير الصحه اللبناني في الراس الابيض مقتل نحو 31 شخصا جراء الغاره الاسرائيليه على الضاحيه الجنوبيه لبيروت. وخلال مؤتمر صحفي اوضح وزير الصحه اللبنانيه ان من بين القتلى 3 أطفال و7 نساء، إلى جانب عدد كبير من الأشلاء، مشيرا إلى أن الفرق الإسعافية والدفاع المدني يعملون على إزالة الركام واستخراج الجرحى والضحايا. الاعتداء اللي صار امبارح في منطقة الضاحية، الجميع بيعرف أنه كانت الفرق الإسعافية والإنقاذية والدفاع المدني عم يشتغلوا يعني امبارح من بعد الضرب إلى طول الليل إلى الآن بإزالة الركام، ولحتى نحن نقدر نستخرج الجرحى والضحايا.
قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب إن تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان نتج عنها ضحايا مدنيون أبرياء وتمثل إبادة وعقابا جماعيا للشعب اللبناني. وخلال جلسة مجلس الأمن شدد أبو حبيب على أن إسرائيل مارست إرهابا واضحا بحق الشعب اللبناني بتفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية. ما بين انعدام التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن أو بالقانون الدولي الإنساني واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة على وقع التفجيرات الأخيرة التي شهدتها لبنان. لهجة وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب أمام المجلس جاءت تصعيدية، وصف فيها تفجير إسرائيل لأجهزة اتصال محمولة بأنه إرهاب وحرب غير مسبوقة، مطالبا بالمحاسبة. واتهم أبو حبيب إسرائيل بجر المنطقة إلى حرب إقليمية طاحنة تفوق أي حرب أخرى. أليس هذا الإرهاب بعينه عندما يتم استهداف شعب بكامله في مدنه وشوارعه وأسواقه ومحلاته وبيوته وهم يقضون احتياجاتهم ولا يقاتلون على الجبهات؟ يكفي لفهم ما حصل أن نتأمل بهوية الضحايا، فأصبح المطلوب اليوم إبادة وإعاقة الشعب اللبناني كعقاب جماعي. ومن حقنا أن نسأل، أليس هذا السيناريو الذي صرح به كبار المسؤولين الإسرائيليين؟ مندوب إسرائيل في إصرار على الانفصال عن الواقع والبقاء في حالة الإنكار الدائم وجه سهامه للمنظمة الدولية قائلا إنها باتت مهووسة بإدانة إسرائيل. الرد جاء من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي أكد أنه يصعب تصور كيف يمكن لمثل هذه الهجمات أن تتوافق مع قواعد الاشتباك في القانون الدولي التي تمنع استهداف المدنيين، مطالباً بالمحاسبة. كل التطورات في المنطقة تشير إلى أن إسرائيل غير معنية بالسلام من قريب أو بعيد، وأن تحركاتها قائمة على تحقيق مصالح سياسية ضيقة تعصف بالأخضر واليابس في طريقها، غير آبهة بتداعيات الوضع على المنطقة. الهجمات العنيفة والدموية التي تشنها إسرائيل على جنوب لبنان تثير ردود أفعال غاضبة ومخاوف من تصعيد جديد يضاف إلى أحداث الإبادة في غزة، كما تنبئ بمخاطر ردود أفعال أكثر خطورة ومن ضمنها اندلاع حرب إقليمية واسعة نطاق. لم تخطرنا قبل تنفيذها هجمات بيروت، عبارة جديدة قديمة اعتادت بها الولايات المتحدة أن تتنصل من جرائم حليفتها الأولى وابنتها المدللة، عبارة علق بها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي على الأحداث الدامية التي شهدها جنوب بيروت، معربا عن قلق واشنطن حيال أي واقعة يمكن أن تثير التصعيد في الشرق الأوسط. أحداث رفضها القاصي والداني وكل من مر على كتاب في أبسط قواعد الإنسانية. فمع إصرار الاحتلال الإسرائيلي بقيادة نتنياهو على المضي قدما في سياسته التصعيدية بالمنطقة غير عابئ بقانون دولي أو بمواثيق أخلاقية، أثارت تلك الهجمات موجة غضب واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نتنياهو من مغبة دفع المنطقة نحو حرب شاملة، كما حثت بريطانيا على الهدوء وخفض التصعيد في لبنان محذرة من تداعيات تصعيد الطرفين للحرب والتي قد لا يحمد عقباها. وفي الإطار ذاته حذر الأمين العام للأمم المتحدة من مخاطر التصعيد في لبنان والتي تأخذ المنطقة إلى مرحلة خطيرة، كما أدانت روسيا الهجمات الإسرائيلية مطالبة بفتح تحقيق دولي ووضع حد لتلك الأزمة. أما إيران فقد نددت بأشد العبارات بالجنون الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود باستهداف المباني السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وعلى صعيد الدعم العربي للبنان، كانت مصر في مقدمة تلك الدول التي تواصل جهودها الحثيثة للتهدئة في المنطقة بوجه عام وجنوب لبنان على الأخص، مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وتجنب الانزلاق لسيناريو الحرب الإقليمية الشاملة، كما حذر العاهل الأوروبي
الأردني الملك عبد الله الثاني من عواقب التصعيد الخطير في المنطقة، وهو التحذير الذي أطلقته مختلف الدول العربية مطالبة بتدخل دولي عاجل من أجل منع انزلاق الأوضاع نحو توسيع دائرة الحرب التي استهدفت منذ أشهر أهالي قطاع غزة، وكذلك طالت المدنيين في الضفة الغربية وجنوب لبنان. هو إذن تحد جديد يواجهه المجتمع الدولي وضميره أمام آلة القتل الإسرائيلية التي لم يعد يشبعها حد، وسباق مع الزمن من أجل الوقوف أمام اندلاع حرب إقليمية شاملة قد تأخذ في طريقها الأخضر واليابس وتقضي على مقدرات المنطقة لعقود. أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن لم يتلقى أي إشعار مسبق بالضربات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال مسؤول بالبنتاغون إن أوستن أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت بعد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحا أنه لا تغيير في وضع القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن. نفت شركة آيكوم اليابانية إنتاجها للأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان. وأوضحت آيكوم أنه في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإنه من غير المرجح أن تكون أجهزة البيجر المتفجرة في لبنان ضمن منتجاتها. أعلنت السلطات الصحية بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 41,391، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.
وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,760 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 119 شهيدا و209 مصابين خلال الساعات 72 الماضية. وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. اعتصم آلاف النشطاء أمام قاعة بلدية نيويورك تنديدا باستمرار الحرب في قطاع غزة والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب العام. هذا ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وصور الشهداء الأطفال الذين قتلتهم الدبابات والطائرات الإسرائيلية دون دب، لتذكير الرأي العام الأمريكي بأن إسرائيل تمارس حرب وجود ضد الشعب الفلسطيني وأن عليهم التحرك لإنقاذه. كما رفعوا لافتة تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية، وتطالب العالم بضرورة تحمل مسؤولياته بوقف الحرب في القطاع وإنهاء الحصار المفروض على مدن الضفة الغربية. توقفت حركة الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية وإنسانية في محيط معبر رفح اليوم بسبب عطلة يوم السبت من الجانب الإسرائيلي، ولم تسمح قوات الاحتلال بعبورها إلى الأشقاء في قطاع غزة. وهذا وتستمر قوات الاحتلال في اتباع مسلسل التجويع من خلال تقليص عدد الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وأدوية في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع غزة إلى المعونات لمجابهة الجوع والمرض. المزيد مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، لازلنا نتابع معكم كل تطورات القضية الفلسطينية بشأن حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم هو يوم السبت وهي إجازة رسمية من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بدخول أي من الشاحنات المصرية التي تحمل مواد غذائية وإغاثية وأيضا مواد بترولية وغيرها من الإعانات والمعونات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. على مدار الأيام القليلة الماضية أو الأسابيع الماضية يعني كان هناك تعنت كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت فيه عدد كبير من الشاحنات من دخول الأراضي الفلسطينية، والذي يعني هذا الإجراء يأتي من منطلق سياسة التجويع وسلاح التجويع الذي يتبعها الجانب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. نتحدث عن عدد قليل جدا وعدد ضئيل جدا من الشاحنات المصرية التي اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، نتحدث عن 20 شاحنة فقط أو 30 شاحنة على مدار الأسابيع الماضية. 30 شاحنة هي العدد اليومي الذي كان ينفذ من معبر رفح ويتجه إلى كرم أبو سالم، وبالتأكيد هذا العدد لا يرتقي أبدا إلى الاحتياجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من نقص شديد في المواد الغذائية والطبية والدوائية والمعيشية، خاصة يعني في ظل انهيار المنظومة الصحية وانهيار البنية التحتية وتفتشي الأمراض والأوبئة. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من مدينة العريش، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال تفقده لمصنع شركة أسترازينيكا مصر بالجهود الكبيرة المبذولة من الشركة لتطوير التصنيع والإمكانيات المتقدمة المتواجدة في المخزن الاستراتيجي للمواد الخام. خلال الجولة أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أنه يجري تنفيذ أعمال توسعة بالمصنع لزيادة طاقته التصنيعية بمقدار 1.29 مليار قرص للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 2.195 مليار قرص بحلول عام 2028. هذا إلى جانب ضخ 50 مليون دولار أمريكي في شكل استثمارات جديدة تعادل ما يقرب من 50% من رأس مال الشركة. وأضاف أن شركة أسترازينيكا تدرس حاليا إمكانية توطين 80% من الوحدات المنتجة
في مصنع مصر بحلول عام 2028. أعلنت إدارة المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 والمقرر إقامتها في مصر عن تولي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الإشراف على ملف إدارة المتطوعين واختيارهم على أن تتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب عضو التحالف الوطني تدريب وتأهيل المتطوعين. هذا ويتولى شباب المنظمون لمنتدى شباب العالم بدورهم بتنظيم وتنسيق أنشطة المنتدى وفعالياته كاستمرار لدورهم في تنظيم الفعاليات الكبرى والدولية التي تمت على أرض مصر خلال السنوات الماضية. ويستضيف المنتدى على مدى 5 أيام آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم، بينهم ممثلون من الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططو المدن ومنظمات المجتمع المدني، حيث سيضم أكثر من 500 حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القاهرة الحضري. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء على الخطوات الهامة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب، وذلك تعزيزا للشمول المالي والاستثماري. وأوضح تقرير تعريف الصناديق الاستثمارية في الذهب أنها تمثل وعاء استثماريا متخصصا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك والشركات مرخص لها بذلك من الرقابة المالية، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب. وجاء في التقرير أن أهداف الصناديق تشمل تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. في ضوء نتائج البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، الرئيس السيسي يوجه بحزمة إجراءات قانونية وإجرائية بشأن الاتحادات الرياضية المشاركة. مصر تحيي يوم السلام العالمي وتتعهد بمواصلة إسهامها الريادي على مختلف الأصعدة والاطلاع بمسؤولياتها الأصيلة لإرساء السلام. الاحتلال الإسرائيلي يشن عشرات الغارات على جنوب لبنان وتحذيرات دولية وأممية من خطورة التصعيد بالمنطقة. وصلنا معكم إلى ختام نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء.